لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. يا ابن الحلال ليش وديتها مع ذا الطريق؟ ذا الطريق مشوار وزيادة 20 دقيقة. لا يا شيخ، الطريق اللي تقول عنه يا الدليلة هذا كله مليان حفر وموية، وأنا توني مغسل الهلي. حسسني معك جي كلاس. ذي بعيني أحسن من الجي خلاص حقتك، هذا الهلي. بعدين أنا ما أخذك عشان تبثرني، أقول استمتع بالرحلة بس. رحلة وآخر شيء تسليح. وش تقول؟ لا لا أقول أنت بس، ترى في مطب. ها أنت شوي شوي على السيارة. حبيبنا عربيتك دي والله منتهية نهاية، ولا بتنفع معانا بريال زاد. اجدع احريق اتصرف معايا. لو سمحت عندك جنوط هلي قديمة بس مكينتها وغيرها على الشرط، بتبيعها قطع وتستفيد منها او اكبسها وتبيعها سكراب او احرقها. تدري لها 20 سنة وهي ناشمتني في حلقي. تبي العلم خذها لو بالفريال. بالفريال؟ انا شراي كنسل الجنوط يا زول. صاحي انت ايش تبي من السيارة القرنبع؟ يمنع حلال ذا السبعة ما يعرف قيمتها، إذا ما رجعت وكالة ما أكون عامر. ها وش قلت؟ بعت؟ بعت يا ولد على بركة الله، الله يبارك لك. السعي بتاعنا وين؟ السيارة اللي اشتريتها اشتري فيها. اشتريتها سيارة؟ اشتريتها سيارة. اي هذه هي. بالله يا كفتة بدون مجاملة، وش رايك فيها؟ قديمة. yeah. اقول دزها بس الاستراحة، مسوي تخيم. هذا تسعاوي يا حبيبي، وش عرفك انت؟ هذه السيارة البطلة. مرة مشكورة يا عامر، مرة انبسطت اني شفتك. العفو. هي وش تبي؟ ضف وجهك. أنا السيارة اللي تكلمك، بصراحة ما أدري كيف أشكرك. أنت سويت معي جميل ما راح أنساه طول عمري. أنت أنقذتني واعتنيت فيني وجددتني، مرة شكرا يا عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخاف، أنا صدق اللي أتكلم، وترى ما وصلت أنت للمرحلة دي إلا لأنك تحب السيارات كثير. وللمعلومية ما حد يسمعني من البشر إلا أنت يا مميز. أنا؟ إيه أنت. جابوا سيارة قديمة. عليك مسكات، ايش جوك بالله؟ يعطيك خيرها ويكفيك شرها. ها؟ يعطيك خيرها ويكفيك شرها. آمين آمين. مالك الجديد. الله يبارك فيك حبيبتي. شايف كل السيارات تبارك لي فيك. أبك 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 أبك، مبروك مبروك أبك. الزين هذا ويش الجمال هذا اللي يمشي بالشارع ويش؟ الله إنه لا يضرك، والحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك ويسلمك. أنا اللي خمت، وش السالفة؟ السالفة إني من كثر فرحتي نشرت الخبر بين السيارات، وصاروا يعرفونك وتكلمهم ويكلمونك، تستاهل. مبروك يا عامر مبروك.
الله يبارك فيك. وينك يبا ما اشوفك؟ انا سيارة الوالد، حبيت ابارك لك. الله يرزقك بره. الله يبارك فيك. عامر سم، انا بيك تنبه الوالد له سنة ما غير زيت مكينتي، والبواجي انتهت ولا غيرها. بعدين قل له يريحني من مشاوير الظهاري والشموس، قل له يأخرها لليل. زيت بواجي ابشر بعزك، بقول له بس انه يغير مشاويره من النهار لليل تبطي والله. عامر وش فيك ما سلمت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كنت توي بتصل لك. آمريني يمه، أبرسل لك أغراض على الواتساب حق البيت وبيك تجيبهم. أبشري. عامر أبيهم الحين إن شاء الله. أبوك يا البلشة، الحين وين أوقف؟ أوقف هنا وروح خلص شغلك وتعال. لا يا شيخة، تبين أوقف غلط وأروح؟ أنا ما داني أحد يسويها فيني، تبين أسويها بالناس؟ خيو عامر، أنا طالع عرفت، وقف مكاني خيو. مشكور خيو. السويدي لين هنا، سبع بقالات كلها عشان عايز كريم برتقال. أم سكريم برتقال، ايش جوه ذا؟ انت راعي لك سنت؟ ايه بس ليش تسأل؟ حصلت سكريم برتقال؟ ايش تبي انت؟ ابوك البخل، الحين جاي من السويدي ومار سبع بقالات ولا لقيته، ويوم لقيت سكريم برتقال تاخذ واحد؟ ابدزه البقالة بجيب لك كرتون. ولا عاد تهجول بالموتر، اوكي؟ عاد هالموتر ذا كل العالم تعاني من شطفاته. تكفى يا عامر، الركبة اللي بالكفر اليمين تعبانة، وهم غير ترقصون وتنكصون ذا الدبش وما يحسون باللي انا فيه. ابشر ابشر بكلمهم. ايش يا ابو؟ لا بس الموتر يشتكي من البقر، اقصد الهروش اللي معك. لا تسيتمون يا ورع. يا درج انا جاي انصحك، ترى موترك الكفر اللي على اليمين الركبة تعبانة. الركبة وش فيها؟ رباط صليبي؟ ابو عطيته في الوجه. كيفك؟ انا علمتك وبس. قايل لك يا وجه الركبه لكن ما سمعت الكلام. يلا الحين بحلبه انت وياه. عامر يا سايكل قلاك كل دو يا بوت مزبوط هي. اما عاد حتى السياكل تشتكي. معليش يا صديق ودي اساعد بس ما في معلوم اوردو. اوف 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 اوف، هلا والله بالاحمر، اتحداك يا تير بالبطل. هلا بالعيون. عامر
او ماي جاد، مرة سعادة اخيرا شفتك، ماني مصدق انك قدامي. ام عاد انت تعرفيني، انت اسمك ترند عندنا بالسيارات ومشهور بحنيتك ولطفك وقلبك الكبير. يوه يا ريت يا ريت انك تاخذني. ابشري بعزس اخذت، بس وين صاحبس؟ في السوبر ماركت، اعرض عليه مليون وصدقني راح يوافق ويبيعني لك وتتحقق امنيتي. اما عاد مليون تبطين والله عظم، قطة الاستراحة ما سددتها اعطيس مليون، اقول دزيها بس. وش عندك تسولف وتضحك معاها ها؟ سلامات، سولفت ايه، بس ضحكت من وين صرفتيه هذي؟ هذا وانت قدامي، اجل من وراي وش تسوي يا زير السيارات؟ يا عامر، ما يركد الاولى للثانية، خذ الثانية وطع شعوري. مع الهل يا حبيبي. اجل خذ عليهم الثالثة. مالك دخل انت يا ابو شنب يا متخلف. وانت يا عامر، وش قاعد تستنى؟ يلا تعال خلينا نمشي. مع السلامة يا أحمر. بعد تقولها مع السلامة؟ أنا بصراحة يا عم ما لقيت أحسن من عائلتكم، نسب طيب وسمعة طيبة، بصراحة يشرفني أني أخطب يد بنتك المصونة. حياك الله يا وليدي، وش تشتغل؟ أنا يا عم موظف على مرتبة العاشرة، خلصت ماستر الحين، وأفكر أني أطلع أكمل دكتوراه في أمريكا. أيه أنت تتل دخان؟ إيه لا الحمد لله، الله يبعدنا عنه، لا أحب مجتمع المدخنين ولا أحب اللي يدخنون أساساً، ريحة خائسة وسنان صفر، والله لا يبلانا. بس صدقت. وتعرف يا الحبيب الموضوع زواج وكذا، أبيك تعطيني زبدة الرجال، وشو من اللحية؟ أرحب، أنت غالي علينا يا معشر السيارات، أنت بس اسألني وأنا جاوبك. شهادته ماستر نصاب معه دبلوم، يقول على العاشرة. يا رجال يا عاشرة على المرتبة الخامسة. يدخن؟ إيه ما غير يحرق دخان من باكتين إلى ثلاثة، ويقفلها برأس شيش آخر اليوم، ولا وإذا في مباراة للهلال رأس رايح ورأس جاي. هاي السربوت وجاي تشخص علينا، انا ما احب مجتمع المدخنين يا راعي الدبلوم. طف وجهك، طف وجهك، دزها. حسب بنات الناس لعبه؟ احنا نعرف نجيب اخبارك يا ورع. ها عامر، في محل برجر في التيوان تبينا نروح له؟ يحب قلبك. نحبك يا عامر. وانا احبك بعد. وش اللي احبك؟ ها؟ لا اقصد السيارة ذي احبها. يا عامر انا هب انت يا قلبي. وانا هب انت يا كبير. يا عامر سولف لمين انت؟ لا بس اللي يمرون اعرفهم واسلم عليهم. حن من فانزاتك يا كبير، عرفت؟ يا رب الفانزات والله. منحوس انت؟ وش وضعك؟ فيك شيء انت؟ وضعي رجعني البيت احسن لي، اصلا انا ما احب الاماكن اللي فيها زحمات وتجمعات. خف علينا يا مسي. لا يا شيخ يتعب مسي عندي. عامر عامر تعال لهالم تعال. تكفى يا أخي طلبتوك، تكلم لي أبو كفتة يصلح مصدم، من يوم ما صدم بمعد صلحني. عامر كفراتي محبلة يبيلها تغيير، تكفى تكفى ساعدني. عندي الفحمات على وشك تنتهي واحتاج خرط هوبات. يا ليل القروشه، تبي تسكتين انت ولا شلون؟ براحتك، لا تتضايق لو خربت. ابوك البثاره، خلاص اسكتي ما تفهمين.
بالطقاي انت الخسران. لا حول، الله يصبرنا عليه بس. عامر زين قابلتك، بالله كلم ذا الفاهي اللي يسوقني، قل له السيارة الثانية ماخذ مفتاحها أخوه وجالس يفحط عليها. يا عم عامر بالله قل له أخ سيارة الحجمة، والله ثقيلة علي. الحين وش الوضع؟ تبي تسكتينهم ولا أنزل؟ لو سمحتوا، عامر ما يبي أحد يتكلم معه. نبيه يساعدنا، إيش ذا النفسية ذا؟ أنا نفسية؟ طيب أوريكم، لا أحد يتكلم معي، لا أنتي ولا هم، أروح البيت بركلي. إذا متضايق مني بعني وارتاح خلاص، ولا بتسمع صوت أي سيارة مرة ثانية. لا يا شيخة، من زينس أصلا. يا عيال، عامل أسبوع عطب الاستراحة ولا له حس، شكله مسافر. لا مسافر ولا شيء، أنا قابلت عامر قبل كم يوم، بس ترى الرجال مو بنفس خوينا الأول. أهدى من كذا عيال، ندق عليه ونشوف الموضوع. ألو عامر. ما فيني شيء، بس إني مريح ومشغول أدور شراي الموتر. ترى شراي للموتر، سمعت صالح يقول لك شراي. إذا صالح شراي لازم أقابله وأعلم عيوب الموتر. أبيه بعيوبه، أبيه بحلوه بمرة، أبيه ترى شراي صامل واحد بس يا تقدام شاري عليك بوع علي، لا الهبك بعين. عامر بيع للرجال تراه صامل. بيع السيارة لو دعمك يا عامر، لا تكون حسود. بعت. مبروك. يعطيك خيرك فيك شرة. اللهم أمين، جزاكم خير. ركبنا معك، ركبنا. أكيد أول الرادفين أنتم. أبا نسيت عامر وأيام عامر يا العينين. لا تجيب طاريه تكفى. يلومون انبت. لب قلبك أبوك يا الفلا عيال، لا تقطع. ها عيال غريبة، وين صالح؟ له كم يوم مختفي يا أبوي. من يوم ما اشترى السيارة من عامر ما عاد شفناه. عامر وين صالح؟ من شوفه؟ اللي يبي صالح يروح يدور عليه. ألعب. صالح ساعدني يا صالح، بطاريتي بتنتهي. يا صالح صالح، تعال تعال سكر لي الباب، نسي الهب المفتوح. يا صالحي خلوه يجدد التأمين حقي.